اصابه سعد حسني ما عنديش باك رايت ولا عندي مساك بديل، فبالتالي اضطريت ان انا اودي شوقي كباك رايت، واضطريت العب عماد حمدي وهو من السيرد باك العبه سيرد باك لان ما عنديش بديل للسيرد باك، وده مكان خطير جدا جدا. كل السيرد باكات عندي مصابه، فطبعا عمل خلل حبه في النواحي التنظيميه في الشوط الثاني. انا شايف ان احنا شفنا اديان كف عاليه يعني قلنا الخطوره بقدر الامكان، لكن هو كان ايمن حفني كان بيهرب كتير جدا جدا، ده اللي عمل عبء علينا كتير جدا في الشوط الثاني، لكن الى حد ما انا شايف ان احنا ادينا المباراه بشكل طيب. واما في الثلاث نقط في المباراه هو الثلاث نقط يا كابتن، ان المكانه الطبيعيه مش المربع الذهبي ابدا للنادي الاسماعيلي يا كابتن. انا شايف كل مره بقول يا كابتن النادي الاسماعيلي ما يقلش على الاهلي ولا على الزمالك، والمفروض الوضع طبيعي جدا جدا، اللعيبه دي تقاتل عشان في نهايه الموسم تقدر السنه الجايه باذن الله تعالى تلعب في اي بطوله افريقيه باذن الله. طيب انا عارف النادي الاسماعيلي عايز يجدد لخالد القماش، وكل شويه العميد محمد ابو السعود يقول لك خالد القماش معانا السنه الجايه، وانت مش عارف كل ما اسالك السؤال ده انت متواجد مع الاسماعيلي السنه الجايه، بحس انت بتكش كده ما بتدينيش اجابه صريحه يا كابتن خالد. يعني اقول لك حاجه يا كابتن كريم، هو اولا طبعا انك انت الرسمي اللي بينه وبين النادي الاسماعيلي يا كابتن اكيد طبعا هو ينتهي زي اي مدرب، يعني اللي هو ينتهي من نهايه هذا الموسم الا لو في خبير بتجيله مثلا بتعمل له سنه ونص ولا حاجه، الخبير لكن انت مدرب واضح من البلد عملت له كام شهر دول، فبالتالي بامانه يا كابتن كريم انا قلت لك الكلمه دي وبقولها لك تاني، انا كل تركيزي في المباريات المتبقيه من الدوري العام على اعتبار انك انت بتحاول ترجع النادي الاسماعيلي للمكان الطبيعي بالنسبه له، لكن اكيد يا كابتن انا عمري ما بفكر فيه على الاطلاق خالص يا كابتن والله. لا اصل عارف يا كابتن خالد، انت عارف انت مدرب كبير ويعني اشتغلت في الدوري المصري كتير وعندك خبرات كبيره جدا، السنه الاولى للمدرب بيمسكها يعني ممكن تعمل نتائج كويسه مع حضرتك عامل، لكن السنه الثانيه لما بتكون خلاص عملت نتائج كويسه وفرقتك ثبتت في الارض والعناصر بتاعتك خلاص بقت ثابته والاستقرار في التشكيل، وبعدين بتضيف لهم لعيبه ثانيه بتبقى احتياجاتك في المراكز اللي انت عايزها، السنه الثانيه بتبقى افضل. انت عارف مشكله الاسماعيلي ايه؟ ان هو بيغير مدربين كتير، فما فيش مدرب بيثبت، لكن دايما لما المدرب بيثبت بيبقى عامل نتائج كويسه ومثبت فرقه، والسنه اللي بعديها يجيب لعيبه ثانيه او يكمل اللعيبه او المراكز اللي هو ناقصاه، السنه الثانيه بتبقى افضل عشان الاسماعيلي ينافس على الدوري. لازم السنه الجايه يبقى خالد القماش موجود، لو حتى لو خالد القماش ما حققش النتائج الكبيره في الفتره الحاليه يعني، ده دايما يعني شرط مهم جدا من شروط النجاح بالنسبه لاي فريق. انا معاك كابتن كريم، لكن انا طبعا كان في مدرب قبل تونسي كان معمول له عقد سنه ونص، انا عقدي معمول له 6 اشهر يا كابتن، بل انا مش عاوز اتكلم في حاجات ممكن تكون مضايقه خالد القماش، لكن النادي الاسماعيلي من الانديه يا كابتن حتى من ايام كنا بنلعب بيعاني من ازمات ماليه على طول يا كابتن، عندنا مشاكل ماديه غير عاديه. أيوة. لابد يا كابتن انك انت في بعض الايام ممكن محتاج انك تجدد عقودها، في بعض اللعيبه لابد يا كابتن في اضافه جيده من لاعبين يا كابتن بمبالغ محترمه عشان تبقى النادي الاسماعيلي في الوضعيه المناسبه بالنسبه له، اكيد الكلام ده كله بالظبط يا كابتن. مين اللي جاي السنه الجايه يا كابتن عشان يبقى اضافه على الفريق؟ دي مهمه جدا جدا. لكن والله كمان والله 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 انا ما بيشغلني ابدا ان انا جدد او ما جددش، انا كل دماغي وفكري يا كابتن ان انا ارجع النادي المكانه الطبيعيه بالنسبه له ده رضا الرحمن باذن الله تعالى ورا الاهلي والزمالك باذن الله كابتن. مبروك يا كابتن خالد وبالتوفيق ان شاء الله في اللقاءات القادمه. كابتن خالد القماش المدير الفني للنادي الاسماعيلي كمان